لا انت عن جد نسوانجي. لك شبك هيدا انا اعطيك الرسائل تشوفين. لا عن جد نسوانجي. ما تجني تالين. لك لونا تالين. أخيراً هيك شوي هادي قاعدين عم نحكي معكم يعني. أيوة. هو صحيح هو مانو هادي على فكرة. لا يعني احنا يمكن نتقاتل معه ولا انت محضر لي مسجات عادية. انا بكل صدق تعمل بالموضوع. صدق. هلا رح تشوفوا يا جماعة انا بكل صدق تعمل بالموضوع. يعني شو رح نعمل؟ يعني لي مسجات حلوة مرتبة هيك قوية. المسجات يلي لازم او دايما يعني المفروض تنقرا. المفروض انت تنقرا يعني انت ما تخبي عني. المفروض انت تقريها. انا ما بقبل شيء يتخبى عنك تالي يعني. يا هيك ليه ما ليه شكلنا اليوم رح نتقاتل. على فكره اليوم من عنوان الفيديو عرفت انه انا رح اقرا المسجات تبع الانستغرام للؤي. المسجات اللي بتجيني على الانستغرام. ايه بس الفكره وين انه هو نقل المسجات يعني متخيلين الوضع. بس على فكره ما رح تنفوت. ما رح تنفوت. انا اخر شيء بدي امسك الموبايل ونقي الاشياء اللي انا بدي اياها. موبايل خالص شحن. لا ما له خالص شحن. خليك الموبايل هو. يعني مو بس المسجات اللي هو نقاهم. انا كمان بدي نقي كم مسج. خربان يعني مخبي عني شيء. انا ما مخبي شيء. ما مخبي شيء. الموبايل خربان. يا جماعه قبل ما نبلش رح نقول لكم انه نحن وصلنا لل 500,000 يعني نص مليون. يعني متخيلين قد ايه مبسوطين فيكم. وعن جد ميرسي كثير كثير كثير. بنتشكركم نحن. انتم عم تحسسونا بانه الشيء اللي عم نعمله حلو. عن جد عم ننبسط. لازم نعمل شيء احسن. بتعرفوا انه امبارح يعني اخر يوم بالشهر اخر يوم بجانوري 31 الشهر يعني يوم الجمعه امبارح كنا لايف. الشيء اول مره طبعا نطلع لايف كعائله. التفاعل اللي صار فظيع فظيع فظيع. يعني انا عن جد مبسوطه من قلبي. كميه الطاقه الايجابيه اللي كانت باللايف رائعه فضيع. حمستنا كثير وشجعتنا انه نطلع. شو رايكم انه دائما نحن نطلع لايف؟ ممكن على الانستا ممكن على بالكومنتس. اكتبونا شوف لنشوف وتابعونا على الانستغرام لحتى دايما عن جد نطلع لايف. شو رايك نتخانق على اللايف؟ ما بقى هيك يعني حبينا نكون هيك نسمعكم وتسمعوا. قادلنا فكره على اللايف. بتمنى انه تالين خلص تحلي عني. اي حلي عني انت. خلص يلا ما تنسوا لايك وشير سبسكرايب. يلا نبلش. اوكي هلا لؤي بعت لي اياهم سكرين شوتس. اوكي اخذت من المسجات يلي بعتبرها المهم ثقيله صح؟ ايه. على فكرة رح نحط حساباتنا تحت بصندوق الوصف. روحوا تابعونا. وهلأ رح اقرأ اول مسج لؤي بعته. يعني هو العمل هيك بحاله. هو العمل لي سكرين شوتس. انا بس اكدت له انه يجيب لي المسجات الكتير قوية. نبلش باول مسج. اوكي لؤي انا شفتك شخص كتير محترم. انه انت شو عملت السكرين شوتس على المسجات المحترمة؟ طبعا ها انه العاد. لا 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 وبتمنى انك ما تأرجي هذا الحكي لحدا. لا شايفين؟ لا بالرغم من هالتوصية انا بعدتهم لاني ما بحب اعمل مشاكل. بس عندي صديقتي تفكر فيك عطول ومعجبة فيك كثير. الهي الهي بشوف صديقتك. لا يا عيني والله ما بصير. صديقتك شو بدي اعمل فيها؟ لكن ما بتعرفي المخلوقة ما بصير تدعي بهالطريقة. كمل. أنا شو قلت؟ قلت شو بدي أعمل فيها؟ هي بس شوفها وخليني بس شوفها. تفكر فيك عطول ومعجبة فيك كثير بس أكيد. هي متزوجة. لا هون صار في خيانة. أنت متزوجة يعني إنه شو بدي أحكي معك؟ شو بدي أحكي معك؟ وأنا بدي إياها تقتنع مو تقتنع مو بالتاء بالطاء. لكن للتجديد تقتنع انك بتحب مرتك. ها هلا صار اذا شفتك انت يلي بعت هي المسج مع انه ما كان في داعي تبعتيه. ايه معلش يعني خفرت لك. ايه انك بتحب مرتك هذا اذا بتحبها عن جد تبوسها او تهرجي. هلا بستا انك بتحبها كرمال صديقتي تقتنع انه انت بتحبها وما في فرصه لها. وشكرا لك كثير عن جد. لو ما بيهمني امرها ما كان كتبت لك. وبتمنى انه يضل بيناتنا. ملاحظه انا بشوفك مجذب كمان. مجذب مجذب كمان. تعال يا مجذب تعال تعال يا مجذب. اول شيء في بوزه
ما بدي مجزر يا حياتي. انا اعطيتك الرساله تقريها لتشوفي لتعرفي مصداقيتي وصدقي. كملي اللي بعد. اللي بعد الرساله اللي بعدها. نحن قلنا كثير ما حكينا. لساتك تتذكر وقت اشترينا بوزه وطلعنا على البحر وتمشينا على الكورنيش؟ ليش عامل سكرين شوت للرسائل اذا رح تعملها؟ حبيبي هي خرطه. هي خرطه انت عم بتفرجيني انه هي خرطه. انت بتعرفي انه في ناس ممكن تبعث مشاكل. مشينا على الكورنيش بتمنى تكون مبسوط وبتمنى لو كان كنت مكان تولين. اصلا انا ما اسمي تولين لتعرفي انت يا حلوه يا حبيبتي انه انا ما اسمي تولين، اسمي تعليم. عفوا انت اكيد عم تحكي مع انسان وهمي. لا لانه هيدا المسج جايك، يعني هيدا المسج ايه هو انسانه. شو عم تعمل له؟ ماشي. شو عم تعمل له؟ انا عم باكد انه هالشيء ما صار. انت عم تاكد هالشيء ما صار؟ طب وقت المونتاج بنشوف اذا بيكون صاير. هي بوكس، يعني انه اذا كان عاملكم شيء هي بوكس. طيب انت يا الله. وبتمنى لو كنت مكان تولين. انا اسمي تعليم برجع بعد لك، بس هاد شيء كثير متاخر نحكي فيه. بتمنى لك السعاده. اها وانا كمان بتمنى السعاده وحلي عنها لكل حدا يا جماعه. عن جد ميرسي كثير على التمنيات الحلوه. الرساله اللي بعدها. لو اي بدي انصحك نصيحه. صحيح انه قناتكم كثير ناجحه كعائله، بس لو كانت تولين لك يلعن اخت تولين يا جماعه. والله انا تعلمين مو تولين لحالها كانت كثير كثير احسن. شايفه؟ يا ريت ما تزعل. الشيء المنيح انا لاني بحبكم عم انصحك. يلا 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 شو بدك؟ خليني كمل فيديو. اطلع خليني كمل فيديو لحالي يا اخي. حبيبتي هاي وحدة والله شو يعني غيرانة. انسانة بتكون فاشلة بعد هيك رسالة. بعد والدليل حبيبي خلص طلع برا الكدر. كات اللايكات اللي رح نشوفها بهالفيديو. كات وصلوا الفيديو وصلوا الفيديو لل 40,000 لايك. اذا بدكم لو اي كمل معي بالقناة. اذا ما بدكم يا خلص اوكي ما تعملوا لايكات. لا اعملوا ما تغلقوا اعملوا بكل احوال، بس 40,000 لايك لو اي بكمل معي. شو هدول المسجة؟ الطيبون للطيبات. شو يعني؟ يعني انا طيبون وانا طيبات. اوكي كملي. هيك بقولوا انت كتير طيب ومرتك مبين عليها كتير. لا حبيبتي هاي غيرة اسمها. لا تعالي هدي حالك. اسمعوا انا كثير بخجل اقول هالكلمه. ومرتك مبين عليها كثير حقيره. مين انا ما برضى بهالحكي. انا ما برضى ابدا بهالحكي. تالين ما في منا والله. لا انا شفت اذا عم تحكي هيك انت منك عن جد مبين عليها كثير حقيره. يا جماعه ردوا على صاحبه هالرساله بكومنتاتكم الحلوين. عن جد ردوا وقولوا لها تالين شو هي. ومرتك مبين عليها كثير حقيره، كيف زبطتوا مع بعض؟ ملاحظه لا تزعل، بس هي الصراحه. لا حبيبتي ان جد ما زعلنا ابدا. انا ما بزعل لانه هذا الحكي تافه. يا حبيبي اي لاف يو. مرات بتطلع بفيديوهاتكم بتطلع بتطلع هي مكتوبه بتطلع بفيديوهاتكم وبقول شو حلوين مع بعض. انتوا بس هالفتره جايني احساس انه قدين يالها عليك وقديشك شخص مبدع. بتمنى الصراحة لو كنت مكانها. هي حياتي بس مانك مكاني. وهي ما لها حاسة هالشي ومفكرة حالها شخصية حلوة وهي ما لها سيئة، بس قصدي انه ما بتستاهلك. فكر بالموضوع وعم شوف مع الوقت هي ما بتستاهلك عن جد عن جد. الله يوفقك بحياتك. شوف هي صح. اكتبوا لي بالكومنتات شو الشيء اللي بيستاهلني. شو لك عم بمزح. ما حدا بيستاهلك. مو هونو نحن بنحتفظ بحق الرد. انا ما بحتفظ بحق الرد. بدها ترد تعليم يعني. انا بورجيكي. شفتوا انا بورجيكي ما بينعلق معه والله. شكلك تبع بنات. هو ده شكلك تبع بنات عامل فيها قطه مغمضه. الله بعينها. شو مغمضه؟ الله بعينها. الله يعينها. قديشك بعينها قديشك ضحكان عليها. بس علينا ما ينافيك. ما فيك يعني ما فيك تضحك لان نحن مالنا اغبياء. ومنشوف انا الغبيه حبيباتي انتو مانكن اغبياء. ومنشوف انه انت بتحب تطلع على تطلع على بنات. انت مبسوط عم تقراها انه تطلع يعني خليها تطلع على البنات بالفلوجات. بالفلوجات هي بتكون عم تطلع بالكاميرا، اما انت فبتطلع على الناس اللي حواليك وبيمرقوا بنات. انا بشوف هالشيء عن جد كل الرجال نفس الشيء.
انت وحده من عقده من الرجال. لا ما انا معقده هي. لا شوفوا هي ما معقده بس لكم شغله. انا اعطيتك هالرساله لان انا رد. خليني رد. رح رد ببيت شعر او مقوله هي. ليك ربي خلقت الجمال وقلت الله ما رح يخلعك. ربي خلقت الجمال وقلت اتقوا فكيف نرى جمالا ولا نتطلع مو نعشقه نتطلع. لا يا جماعه لا بتعرفوا شغله بس لاخبركم شغله كثير مهمه انه صح هي المسج صح بدي اعرف صاحبه هي المسج بدي اعرف صاحبة هي الرسالة خليك حاكيني ونحكي بمواضيع خاصة وتقلي عن البلوجات هي شايفة فيهم انه لوين ما عم يطلع فيها على الكاميرا. بتكون عم تحضر بلوج ماشيين بالمول شفت حدا فكرتوا حدا بعرفه حذركم ليه طلعت عليه حذركم حذركم ليه صح الحكي انا بقلكم لاني بنكون عم نرقص بشي حفلة لؤي ما بيطلع فيه لؤي بيكون وش على وشي هيك لا بس احكي بس معلش لا خليني اقول ليش معلش ورجيهم خليني اقول ليش ليش لان انا لما بكون عم برقص معك او بالحفله حياتي النور اللي طالع منك بخليني بيعمي على قلبي بابا هي بقى طلع هي طلعت قصه الغبا اللي عم يحكوا عنه انه انا غبيه وانت عم تضحك علي لا والله ليكو بس انا بضحك يعني بس لهم حاجه هيك بتضل حوالي حاجه تحكي اسرع راسك هيك بنرقص بنرقص رقص طلعني لك والله ما هيك والله عم تبالغ وحياة الله هيك بيصير وحياة الله عم بقول لكم لا مين هاي؟ مين هاي؟ أنا ما عم بقدر أنساك إن شاء الله عمرك إن شاء الله الزهايمر عم بمزح ما بعرف إذا بتتذكرني ما بتذكرك أنا مين أنت؟ أنا مستحيل أتذكر أي حدا بهالشكل سلمنا على بعض وقت جيت أنت ورفقاتك تزور سامر مين سامر؟ بعد حادث السيارة حاكيني كتير واشتقت لك ليه ما مين سيارة؟ رد علي لؤي أنا بحبك ليش ما مين لؤي؟ بعد حادث السيارة مين لؤي يا جماعة؟ دقيقة وقت جيت أنت ورفقاتك تزور سامر مين سامر؟ مين لؤي قصدك؟ مين لؤي؟ دائما الذكريات ما بت ما بت ما بت مين عمل حادث؟ هلا بدي اعرف احسن ما يصير هلا في حادث وجريمة لك سامر قلب. عمل حادث سامر في عمل إيه؟ حادث؟ لا انت عن جد نسوانجي لك شبك هيدا انا اعطيك الرسائل شوفي لا عن جد نسوانجي ما تجني تالين لك لونا تالين هي عن جد هي القصة شو المزح هي عن جد القصة؟ تالين ما تذكر انا الامور اللي فيها مأساة ما بحب اتذكرها فإذا سمحتي مأساة طب هلا تفرجوا هلا تفرجوا اوكي يا جماعة فيديو اليوم خلص ان شاء الله يكون عجبكم هلا بنكمل القتالة بعد هي بعد الكذا الله يجيب قتال الله يجيب قتال رسائل حلوة كترولنا منا هيك عن جد واحد بيحس حاله عم بيتنفس تابعونا على الانستغرام وصلوني لقديش ما بدكم وما تابعوني لا تابعوني انا وراسلوني انا تابعوني لإلي وبعثوا لي لإلي قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب بحبكم كثير باي.